بروفيسور نبيل تشفوتي، إذا هذا الوضع الوبائي الذي نعيشه حاليا، هل ينبغي دائما انتظار إجراءات تتخذها السلطات العمومية؟ هل بإمكان الأفراد أنفسهم أن يتخذوا إجراءات من تلقاء أنفسهم؟ حينما يتحدث البروفيسور إبراهيمي عن الحجر الصحي، المرن أو أشياء من هذا القبيل، الشخص الذي لا ضرورة له للخروج، الشخص الذي له أمراض معينة يمكن أن يفرض على نفسه بشكل تلقائي مثلا حجرا مرنا، هل هذا منصح به؟ أنا حقيقة قبل ما أجاوب على سؤالك كنت متفاعل مع على لسان البروفيسور إبراهيمي، وفاش كنت من الأيام التي تفصلنا على التمنيع ديال السكنة المغربية، وكنشوف تطور ديال المؤشرات ديال الصحية المرتبطة بالجائحة، لا سيما عدد الحالات الجديدة التي يعني تلج أقسام الإنعاش والعناية المركزة كل يوم. أنا هذا المؤشر بصراحة يعني يفزعني، لكن شي حاجة أكثر من القلق، لأن من ابتداء الأسبوع ديال 2 نوفمبر فإحنا كنتجاوزوا 100 حالة جديدة كل نهار اللي كتدخل الإنعاش. أنا بقدر ما أتفائل ويعني وأنتظر اللقاح بحال كاع السكان المغربية بحال كاع السكان ديال العالم، بقدر ما كنسأل على الوضع المنظومة الصحية في الوقت اللي غادي تبدا فيه هذا البرنامج الوطني الطموح ديال التصعيم. لان اللي خصنا نعرفوا هو ان راحنا في واحد الطريق يعني ديال استنزاف المنظومة الصحية، فكيخصنا نحافظوا على الصحة ديالنا وعلى المنظومة باش يعني كلها تنزل هذا البرنامج، لان التنزيل ديالو والاجراءات ديالو كيتطلب ان تكون يعني منظومه صحيه هي الحد ذاتها سليمه. فهنا هذه الاجراءات اللي تفضلتيو بها بطبيعه الحال مختلف الدراسات، عده دراسات كتبين ان الكمامه كتنقص بشكل كبير من الانتشار ديال المرض، من الوفيات ومن عدد ديال الحالات اللي عدد الحالات الخطيره يعني الا كان التزام كبير بها. مع الاسف يعني فاش كنخرجوا دابا كنجولوا في الشوارع ديال المدن ديالنا ما كنشوفوا شيء يعني شي التزام كبير بشكل عام بهذه المساله هذه. فعدد كبير من السكان كيتصرفوا كان لا شيء لم يكن، كاننا ما عشناش جائحه نهائيا. لهذا فهذا السؤال ديالك مهم بزاف. علاش؟ لان هذه الاجراءات واخا هي كتاثر بالقانون وهي يعني كتجي بشكل توصيات، ولكن الالتزام كيكون فردي، يعني كل شخص خصو يلتزم، لان هذا الالتزام يعني كيحمي نفسه كيحمي المجتمع. لهذا في الدرجه ديال الخيارات ديال الساكنه هذه الاجراءات هي اللي غتحدد التطور ديال الامور، من بينها الامور اللي تحدثي بها. فاحنا كنصحوا من هذه المده بان الخروج لا ما كانش ضروري خصو يتجنب الاماكن المزدحمه، خصو يتجنب يعني التسليم يعني السلام والقبل وما الى ذلك، الكمامات متوفرين وباثمنه مناسبه، ويعني مساله بسيطه اللي كتقدر تحمينا بشكل كبير. بزاف مع الاسف ما كنشوفوش يعني التزام كبير بها. وهنا تتجدر الاشاره باش نذكر بان هذه الاجراءات الحجيجيه والاجراءات التدابير اللي كنصحوا بها راه ما صالحاش غير لهذه الجائحه، راه كتدخل في اطار سلوكيات الصحه العامه اللي كنتمناو ان الجائحه تكون فرصه اننا نتبناوها وباش تكون يعني تحمينا من الامراض المعديه حتى بعد مرور ديال الجائحه. شكرا. فهنا انا عندي تخوف على الامور كيفاش غادي تتطور قبل ما نوصلوا للمرحله ديال التنزيل ديال البرنامج ديال التصعيم.